أعمال المسلسلات التلفزيونية اللي حكيت عنها كثير منها كان لها تعامل مع مخرجين لبنانيين منهم الأستاذ نقولة أبو سمح، فشو رأيك نسمع شو رح يقول عن دوريد لحام؟ قدر قطع كل هالحدود ووصل حاله وفنه واللغة اللي عم يحكي فيها لكل هال 100 مليون عربي، فهيدا ما فينا نقول إلا نرفع له البرنيطة ونقول إنه فنان كثير كبير. بالفعل تعرفت على دوريد، كان دوريد يشتغل بسوريا بنطاق سوريا فقط، كانوا يقدم ما ننسى كمان أهمية نهاد قلعي معه هالثنائي الكبير، كان يقدم سكتشات بالمسرح القومي السوري ضمن مهرجانات فنية كبيرة. لما شفناه بسوريا لقينا انه في طاقة كبيرة لازم ينعمل فيه. كان في تعاون بين تلفزيون لبناني وتلفزيون سوري بهالفترة هاي، فطلبنا من دوريد انه ينقل فنه لعنا لهون، فاجا كل جمعة كانوا يجوا من سوريا ويجيبوا معهم كل الفريق كامل مكمل مع النصوص، وابتدت مقالب غوار منهم. اكتشفت مخرج بدوريد لحام من الطبقة الأولى، خصوصا اكتشفناه فيلم الحدود. غير المسرح اوكي شفناه بيشتغل بالمسرح وبيحضر، بس مطرح ما حط كل قوته هي حسيناه بالسينما، مطرح ما عينه كانت وفهمه للتقطيع السينمائي وللذوق السينمائي. فمن الحدود وطالع، والحدود انا بعتبر انه مرحله كبيره بحياه دوريد. 93 شو بتقول لك؟ ليش انا ما بحب العام الجديد دائما؟ ليه؟ وبستغرب كيف الناس بيفرحوا ليلة راس السنة. انت شو بتعمل؟ بزعل. تبكي؟ لا ما ببكي، بس بزعل. بزعل لانه بحس انه ناقصنا اللي باقي لي سنة. وشو محضر مع 93 شو محضر؟ بعد؟ مع 93 شو محضر للفنان دوريد لحام؟ دوريد شو محضر لدوريد؟ ابدا عم بفكر بعمل سينمائي بعنوان الاباء الصغار، ان شاء الله بتمنى اقدر اعمل. مين رح يشاركك العمل؟ لسه ما زال عم يتخرطش على الورق. لكن جمهورك والمحبين دوريد لحام صعد ب 93، المعروف انه ب 14 كانون الثاني رح يشاهدوا الفنان دوريد لحام على مسرح شاتو تريانو. يخليك الهي، يعني انا ظنيت السؤال موجه لي ما هو الجديد انتاجيا، لكن من هذه الناحيه بالتاكيد، وبضل انا الحقيقه بخاف كثير لما بوقف على المسرح بلبنان، قد ما جمهور واعي وقد ما جمهور مثقف خف منه كثير وبحبه كثير وبتعلم منه كثير. وكثير عندي يعني يوم 14 كانون ثاني 93 والايام اللي بعده يوم مهم، وبعتبره مثل امتحان، وبدي بلش احضر للمذاكره مشان اجتاز هذا الامتحان الحبيب على قلبي الحقيقه. والمسرحيتين هن صانع المطر والعصفورة السعيدة. الحقيقة صانع المطر عمل للكبار، العصفورة السعيدة عمل للصغار والعائلة مع بعض.